الآن على الأعناق. تتميز تايلاند بالعديد من الطقوس الاحتفالية الخاصة لاستقبال شهر رمضان، ومن أشهرها حمل حفظة القرآن من الشباب على الأعناق والطواف بيهم في الأحياء والشوارع عشان الناس تقتدي بيهم. ويبدأ الاستعداد للاحتفال ده من بداية شهر شعبان من خلال الاختبارات بمجلس حفظ القرآن، وبيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة في أول أيام شهر رمضان ليبدأ الاحتفال اللي بيعتبره الجميع هناك تكريماً للقرآن وللشهر اللي أنزله فيه الله سبحانه وتعالى.